حديد وصخور هو العنوان الرئيسي لتجربة الفنانة سامية الزرو وأعمال الاسمبلاج أو الانستليشن، يعني قضية المصطلح إذا الاسمبلاج ولا بشكل عام عمل تركيبي إنشائي موضوعه اللي هو صراع الإنسان في كل مكان وزمان ونضاله، مادته الحديد ما يسمى بالمواد الريفيوتس المرفوضة أو المواد الشعبية كما نريد المصطلح متروكة، الهدف والخطاب الثقافي لهذا العمل اللي هو كما قلت الرمز الإنساني ونضالاته. السيدة سامية الزرو من الفنانات الأردنيات والنحاتات، أعرفها أنا شخصيا من مطلع السبعينات، تمارس عملها بجد وبمتابعة بالإضافة إلى دورها التربوي كمعلمة ومدرسة في التربية الفنية. في هذه الليلة سيكون هذا الحوار واللقاء المفتوح بيننا وبينكم لنناقش معا هذه التجربة. وبعد هذه البدء طبيعة الحوار المفتوح، الأوراق الموزعة إليكم تعطي صورة مبدئية حول الحوار تبعنا، وبحب أنا أبدأ حواري أسأل السيدة سامية عن الخطوات المنهجية والفكرية الفنية التي قامت بصياغة الفكرة، كيف بدأت، كيف تعاملت مع الخطاب الشعري الذي اختارته ولماذا اختارته بالذات، هل تواكب هذا الخطاب الشعري مع الخطاب الجمالي والبنائي في العمل الفني، مثل هذه القضايا جديرة بالاهتمام. وأترك الفرصة للسيدة سامية لإعطائنا هذا الإطار. شكرا دكتور مازن. بحب أقول أول شيء أنه إذا بدنا نتحدث عن الفن التشكيلي، نأخذ كلمة تشكيل، وكلمة تشكيل تعني شكل يشكل، يعني استعان الشخص الإنسان بالشكل واستوحى من الشكل وقدمه بصياغات بصياغة جديدة. هلا بالفن التشكيلي عندنا تلوين وعندنا رسم وعندنا تخطيط وعندنا جرافيكس، عندنا اساليب مختلفه، هذه تحدد بالاساليب. بس انا شخصيا بامن انه التلوين هو تلوين السطح، اما النحت فهو كل شيء اخر، يعني يتناول اشياء كثيره، يتناول الفضاء، يتناول الملمس، يتناول الضوء، يتناول الحيز الذي يكونه الشكل النحتي. النحت له أبعاد عديدة، يعني في التلوين وفي التخطيط وفي التكوين وفي الإنشاء. بالنسبة للموضوع هذا أنا صرني أفكر فيه مدة من 96 إنه بدي أتناول موضوع أبنيه في مكان معين نسميه سايت سبيسيفيك، يعني أنا عملت التخطيطات هذه لهذا المكان واعتمدت فيها على إيحاءات المكان، المكان اللي هو مكان تاريخي. حاولت أستعين بالمكان من ناحية التاريخية، من السنين اللي مرت عليه ومن الناس اللي مروا عليه ومن المعاناة اللي صارت بهذا الزمن، واستعنت بالحديد لعمل التكوينات ووضعتها بشكل بنائي إنشائي تتلائم مع المكان، مع أنها منفردة بتكون كمان أشكال فنية نحتية، مش بالضرورة إنه تكون بالمكان. بس وقت ما جهزتها للمكان حسيت إنه في نوع من التجاوب ما بين المكان والعمل اللي بخلق حوار ما بين المتلقي والعمل، بتصير عملية متتالية، يعني أولا الحوار بين العمل والمكان، الحوار بين المتلقي والعمل، والحوار بين المتلقي والمكان، وكلهم بيصيروا بدائرة، مجموعة حوارات متتالية بيستوعبها المشاهد وبدخل بهذه الصياغات الجديدة، بحاول يمكن فهمها أو بحاول الابتعاد عنها أو المغامرة بدخولها أو الوقوف خارجها. بس بالنهاية بتصور المتلقي بشعر برحلة المسار هو داخل العمل، من ناحية لأنه العمل النحتي وخاصة الإنشاء البنائي اللي بيعتمد على أسس النحت الأساسية، العناصر النحت الأساسية، ثم
يقوم بانطلاق الى خارج الاسس هذه. مثلا العناصر عند عمل النحت فيها كتله، فيها شكل، فيها خط، فيها ملمس، فيها فضاء حواليها، فيها القطعه بوجودها بالفضاء هي بتزيح الفضاء، بتكون فضاء ثاني في حول العمل. هذه الاشياء كلها هي العناصر المكونه للعمل النحتي المالوفه. اما وقت ما نيجي نتناول العمل النحتي اللي بده يتوصل للبعد الرابع، هو البعد الانفعالي ما بين المتلقي واندهاشه للعمل اللي امامه وحواره مع العمل، هذا انا بحس انه صار في نوع من التواصل اللي بيعمل خط بينه وبين العمل. بحس انه في تيار عم بيجري بين العمل وبين المتلقي، لانه الصياغه صارت متميزه بشيء مش مألوف جدا. يعني خاصه انه استعمال الخامه اللي انا بختارها لتؤدي الهدف هذا بنتقيها انتقاء. مثلا بالموضوع هذا بعد ما عملت التخطيطات قمت بعمليه بحث في اماكن فيها قطع حديد، فيها متروكات، فيها فضلات، وباخر المطاف وجدت نفسي بمكان محل الجرافات، محل الخلاطات الاسمنت. حسيت بالناحيه الانفعاليه والتفاعل بيني وبين خلاطات الاسمنت، يعني هذا هو اللي حركني انفعاليا، لانه الخلاطه هي عباره عن اله حديديه صلبه جدا تقوم بخلط الاسمنت، بتغيره من مواد اوليه الى ماده صلبه جدا، وهي صلبه يعني في عندنا الصلابه بالاسمنت بعد ما ينصب، والصلابه بالحديد اللي هو بجيبه. وهذه الخلاطات بتعاني اثناء استعمالها مده مش كثير طويله، حتى الحديد اثناء عمليه الخلط بصير كله مطعج ومكسر ومطبق. وهذه الفكره اللي بديت فيها رحت للمكان الموجودين فيه القطع هذه المتروكات وجمعتها. اثناء عمليه الجمع انا كنت اركز اقول للشخص اللي حطيت رقم 2 القطعه هاي تبقى اجمع، يعني على فترات عديده جمعت كميه كبيره حطيت هون السقف. عمليه الانتقاء يعني هذه كلها العمليه بيبدا فيها الفنان في تشكيلها مع بعض بطريقه انها قديش تناسب مع بعض. مثلا القطعه هذه ايش بناسبها؟ في عندي بالخلفيه التخطيطات، بحاول انه اتوصل للسكتشات اللي عملتهم، مع انه في اكثر الاحيان في تغيير ما بطلعوش نفس الاشي، بس الشعور بداخلهم كان نفس الاشي، لانه القطعه المطعوجه من معاناتها اثناء وجودها في الاله استعملت هاي المعاناه للتعبير عن معاناه القطعه اللي بدي انا اصيغها. وهذا صار في نوع من الترابط ما بين القطعه المتروكه وجذورها والعمل اللي بدي انتجه والفكره اللي موجوده فيه. جمعت كلها مع سوا بعمليه بسيطه ميكانيكيه وهي الحام، يعني الحام هي اسلوب العمل ما لهش كثير اهميه. بالفتره هذه اشتغلت بالحام لانه الطريقه الوحيده انه اثبتهم مع سوا هي لحمها، يعني يمكن بعد مده يصير في اسلوب ثاني للصقها مع سوا. بس فيها كمان فكره التحدي في جمع العمل. الحديد ثقيل صلب والعمل فيه ما بتجاوبش اوان، ما بتجاوب تطويع صعب، بده نوع من التطويع والتركيز على تكوينه ونوع من التخيل العميق حتى الواحد يتصور كيف بده يطلع. يعني مش بالساهل انك تجيب قطعه الحام وتلحمها بعدين تفك، مش مثل الدهان مثلا تدهنه اصفر بعدين بتغيره لو بتزيد عليه لون بتغير لونه. مثل تحمر بدها حل ثاني مره، بدها نسميها نوع من إعادة الحام بالماكنة حتى تحل الحام القديمة. وهذه هي العملية اللي قمت فيها، اللي أنا عادة ما بركز على أسلوب العمل، لأن أسلوب العمل هو وسيلة. اختيار الخامة كمان ما قالهاش كثير بالعمل قد ما له الفنان بتطويعها لتتناسب مع العمل. الأعمال عادة بالحديد فيها نوع من المعاناة وفيها نوع من التحدي،
فيها نوع من الفرض على الحديث اللي هو بفرض عليه اسلوب ثاني. مثلا القطعة الكبيرة هذه المعلقة على الصخر تحت، هذه كانت عملية طويلة، يعني حتى صار في اثناء العمل صار معي حادثة فظيعة، يعني قطعة الحديد العريضة ما بتستناني حتى امسكها انا، هي بتضرب. يعني التحدي انه حتى من ضربة الحديد بده يصير بيني وبينها عراك، يعني حتى بتحضيرها قبل جمعها في عراك. والعملية هذه أنا بالنسبة لي إلها نوع من المتعة، لأني أنا بحب التحدي، والموضوع اللي اخترته للتعبير بالحديد هو حول معاناة الإنسان، حول معاناة الإنسان من زمان حاليا مستقبلا، والإيحاءات الأوحد للمكان له. كمان حسيت إنه في مكان كان فيه في إنسان عايش من زمان، كان في قديس مثل ما بقوله، والقديس هذا عاش مدة عملوا له هالمعبد، بعدين القديس غاب، إيش صار بعد ما غاب القديس؟ معنا بقيت مثل ما هي، ما تغيرت معنا الإنسان، لم تغير. ورجعت لأشعار لنزار قباني من سنة 68، حسيت إنه هو بيحكي عن أشكال أنا عم بشتغل فيها في 98، بيحكي عن حالات انفعالية من 68، من 68 ل 98 بعدها موجودة، ما تغيرت أبدا أبدا. استعملت شعره كإيحاء لعملي، وطلعت بالشخوص هذول اللي أنا حسيت إنهم فيهم حياة كاملة جويتهم إذا الإنسان حركهم، يعني حسيت إنه بقدر أتحدث معهم، وبتصور انه في ناس كثير تحدثوا معهم وصاروا ينادوهم باسماء، يعني بهالفتره هذه فتره المعرض. بعدين الفكره الثانيه اللي حاولت اثبتها هي بتختلف عن العروض المسرحيه الادائيه. العرض المسرحي يستقرض من الفن التشكيلي بعض العناصر يزيدها على المسرح. انا اشتغلت بالعكس، أنا حطيت الأعمال التشكيلية، خليت الإيداع هو يستقرض منها حركات. يعني كان في البنت والشاب اللي تحركوا مع الأعمال النحتية بإحساس إنه هاي الأعمال النحتية صار فيها حياة وتتحرك معهم. اللي فكرت فيه أنا إنه حركة الإنسان الحي مع حركة الحديد الجامد الصامت بيلتقوا بنقطة معينة، وبعطوا حركة ثالثة اللي هي الانتقال من الصمت إلى الحياة. ويعني هذا هو الموضوع المحور تبع العمل، ومش راح نحكي عن التقنيات، لأن التقنيات هي تقنيات تنطبق على أشياء كثيرة. يعني أهم محور بالأعمال هذه اللي ركزت عليها هو تشكيل بمادة صلبة تتناول عناصر العمل الفني بإيحاء معين، وتعطي مجال للحوار بين الحديد الصامت والإنسان اللي هو في عنده مشاعر خاصة بيقدر يتجاوب معها مع العمل. فعلا الست سامية أثارت قضية حلوة، حتى يمكن إذا في إمكانية نناقشها، اللي هي ما يسمى بشعرية النص أو شعرية التمثال أو شعرية اللوحة. أعتقد أنا هناك نوعين من الشعرية، أقصد بالشعرية الرمز، يعني هو نوعان من الشعرية. واحد أن التمثال بتركيبه، يعني بتكوينه، يسموه بويتك، يعني بتكوين فراغه وكتلته في مجال شعري، يسموه بويتك كومبوزيشن، تكوينه الشعري. وفي جانب شعري اخر اللي هو الميتافور تبعه او الرمز تبعه او الاداء الادبي تبعه، اللي هو الشعر خارج النص. انا حقيقه اؤيد الست سامي بما قالته، انه رغم انه طبيعه العمل درامي وروائي ومسرحي كما راينا هنا، الا انه بقيت شعريه التكوين البنائي نفسه طاغيه، يعني لم يتحول الى زي ما تقول خطاب صحفي مباشر، بل اصبح الكتلة الحديدية نفسها هي، لو نظرنا لها دون ما حتى نفكر بطريقة النظار الإنساني،
فيها تكوينها نفسها درامي بداخلها، لأن حديد صدأ زمن شيك تفاعل، بعدين الجانب الآخر وهو ما خارج النص والرمز تبعه له. أنا أشعر رأيي الشخصي أنه فعلا الصياغة هذه أو تطويع الحديد بهذه الطريقة لم يعطي هذا الإفصاح الأدب الشديد مما يسقط من جماليتها كتكوين بحت. الآن نريد أن نفتح الحوار ونسمع أي تعقيب أي وجهة نظر حول أعمال الست سامية، وإحنا مستعدين. إذا بقدر بس أعلق على اللي قلته نقطة واحدة. المألوف بالعمل النحتي إنه كتلة، يعني كتلة كلها مثل النحت بالحجر أيام الإغريق والرومان، والنحت اللي تناولوه هلأ المعاصر كمان في بركزوا على الكتلة. أنا ركزت على سطوح وخطوط، والكتلة هي اللي بتحدث بينها أكثر بالفضاء. مثلا حطيت الإيد هيك، الإيد اللي عندي رفيعة، بس الكتلة اللي بحس فيها الإنسان هي الفضاء اللي جوا أكثر من الخط. هذه عبارة عن خط، والفضاء اللي جوا هو كتلة لأنه بتحرك حواليها. يعني أعمالي أنا اللي حاولت أثبته أنه العمل النحتي مش بالضرورة يكون كتلة حجر أو كتلة خشب. بطريقة الحذف أنا اشتغلت بطريقة البناء، القطعة هذه ببنيها بزيح الفضاء، ببني قطعة تانية جنبها، بصير بتكون فضاء ثالث اللي هو حسي أكثر ما هو ملموس. يعني القطعة هاي صعب الواحد يمسكها مثل ما يمسك الحجر الملموس، يعني بدك الواحد يحط إيده هيك ويدخلها فيها ويحس في فضاءها المتكامل كله اللي حولها. يعني الكتلة النحتية مفروض إنها تتحرك بفضائها كلها، مش بس بكتلتها الحجرية أو الخشبية. في قطع منهم فلات سطوح مثل القطعة المحطوطة على الأرض، يعني في يمكن يكون نقاش إنه هذه مش منحوتة لأنه ملهاش أبعاد ثلاثة. مش بالضرورة العمل النحتي اللي بنحط الفضاء مثل هذا الحط الفضاء يكون له الأبعاد الثلاثة بارزة، معقول يكون فقط هيك هو ماخذ هذا الحيز والفضاء ملتح فوقه زاحه لأنه قاعد محله. يعني هذه الفكرة الجديدة بالعمل، إنه العمل النحتي هو الكتلة والفضاء والشكل والملمس وانعكاسات الضوء وغياب الضوء والنور كله مع سوا للتوصل إلى تكوين النحتي اللي له أبعاد. تفضل. اسمي عثمان حسن. سيدي انا صحيح السؤال هو القصد منه الاستفهام، والقصد منه انه نعرف اكثر، يعني معلش بجوز انا علاقتي بالفن التشكيلي يعني من برا جاي. اللي بعرفه انه اي علاقه يعني هي ذات ثلاث ابعاد. ست ساميه بتقول انه في بعد رابع له علاقه بالمتلقي تحديدا، يعني يبدو انه استحضرت بذهنها في العمل الادبي المتلقي، في حين العلاقة ذات يعني ثلاث ميكانيزمات. ضمن الثلاث ميكانيزمات هدول المتلقي هو مفترض في العمل، فما بعرف كيف يعني هل انه البعد الرابع اللي اجا لانه في متلقي لازم يكون في بعد رابع مقحم على العمل الإقحام، ولا هو بالفعل ضمن بنية العمل والتشكيل والصياغة وإلى آخره. بعرفش إذا السؤال واضح، ربما كان ذهني السؤال شوي. أنا اللي بعرفه أنه العلاقة هي الميكانيزم في ثلاث ميكانيزمات وليس أربع ميكانيزمات. سؤالك حلو كثير، بس العمل الفني بدون متلقي لا لا عفوا المتلقي ضمن الثلاث ميكانيزمات. ما بدي اجاوبك من هالنا. اول شيء العمل عمل، اذا ما حداش شاخه بضله قاعد، بس انا اللي بعنيه مش اقحام البعد الرابع بوجود المتلقي، لانه انا بتصور انه مثلا العمل موجود هون والمتلقي مقابله. المتلقي بصير جزء من العمل لانه بصير مثل خيوط عم تمتد من العمل ترجع من المتلقي عليه. اذا هو مفترض. بس في اساسي الاساسيه في المتلقي، لانه اذا المتلقي غير موجود اذا العمل صامت قاعد.
يعني المتلقي مفروض يكون موجود بالجو هذا حتى يصير هذا التفاعل. العمل الفني بدون متلقي ما حداش شافه. تفضل. المتلقي موجود في الكلينيكا لازم. معلش لو طال صوتك وتعرب شوي يعني. اي علاقة فنية هي ذات ثلاثة العمل الرابع او الميكانيزم الرابع تحدث عنه السيد هو جديد في الاسم الجديد. يعني حتى اي نص شرعي اي نص ابدي هو ذات ثلاثة ابعاد. هي قصدت عفوا انا اصحح الموضوع، هي قصدت في البعد الرابع انت في البعد المسرحي. مش البعد المسرحي يعني ما اعرف انا مش شاطر يعني كثير بالتكست والانتر كونتكست والنص. في عندك البعد الاول اوكي الموسيقى اتفقنا، البعد الثاني التصوير، البعدين الرسم الزيتي ماشي، البعد الثالث 360 درجه النحت اوكي. اذا النص افترضنا في البعد الرابع، البعد الرابع هو ما يقصد فيه الحركة الدرامية المسرحية بسموه انتر كونتكست. عفوا استخدام المسرح. جميل. ما بعد النص. انا فهمت قصدك الجزء الثاني من اتباع السيميولوجيا. فهي قصدها هي البعد الرابع ان اقحام المشاهد فاصبح المشاهد جزء من النص، هذا البعد الرابع. الفكرة الحركة الدرامية اللي شكلها التكوين. عفوا هذا سؤالك؟ فهمت قصدك. سؤال اخر. تفضل استاذ عبد الله. بس في توضيح للنقطة هذه. لما تقبلت في بعد واحد والبعد الثاني اللي هو سطح والبعد الثالث اللي هو مجسم النحت، لكن بدون البعد الرابع هو عامل الزمن اللي بدك تلف حوالين العمل حتى تفهمه بشكل كامل. بدون البعد الرابع هذا مستحيل ينفهم العمل الانشائي اللي تفضلت فيه ست ثانية. فرضوا اضاءة ايه. معلش في كم نقطة. عملية دخول الهواء وخروج الهواء من الشيء يعتبر كمان بعد زمني، البعد الاول والرابع بنفس الوقت. اوقات بصير مع انعكاس الضوء مع الضوء، يعني من كتله لكتله وانعكاس الضوء ما بينهم في الى هذيك الانعكاسات، يعني بصير فيها برضه بعد رابع. شكرا استاذ. يعني حتى لا نكثر حتى على جمهورنا قضايا استطيقية، جميل جدا انه بحثنا استطيقية ولا باس فيه. ولو اضفت اقول انا الان يعني معلش بتعريف اخير ان الزمن والمكان هو واحد. لزميل الأستاذ علي أو لزميل أخ عندما يقول زمنين هو بعدين، يعني كل النقاد الآن زمن واحد موسيقي هو بعد واحد، يعني توحد الزمان والمكان في الفكر الحديث بعد أينشتاين أصبحت ليست يعني جديدة. لكن نريد أن ننزل قليلا إلى البعد الشعبي في هذا العمل، المتلقي الشعبي، البعد الرمزي، بمعنى أنه أولا أنا لا ألاحظ، وهذا سؤال وجه ست سامية، ليس هناك التشخيص المحلي لهوية الايدنتيتي، الهوية الشخصية للقطعة، يعني ليست أردنية وليست فلسطينية وليست يعني هذا يعني شمولية الخطاب الغير مشخص للكتلة له هدف. على سيد سامية نرجو أن تحدثنا عنه، ليش مثلا لا توحي بإنسان فلسطيني أو أي مناضل في العالم. والشغلة الثانية اللي أريد أن أقوله اختيارها لأشعار نزار قباني بالذات، هل هناك خصوصية مثلا؟ هل يتفق ذلك مع شير محمود درويش؟ تفضل. يعني اللي بدي أقولها الفكرة الأولى إنه الشخص بيشاهد إشي بيصير أي شيء بيصير بينه وبين العمل ايدنتيفيكيشن، هي ايدنتيفايز وذ إت، بيصير يحس كأنه محله. هاي الايدنتيفيكيشن هي اللي بتعطيه نوع من الشمولية والألفة بينه وبين العمل. متى صارت هاي الألفة مثل ما قال أستاذ دبيب بصير واحد يلف حواليه يحس يفكر ليش صار مألوف، ليش أكثر مألوف، ليش مش مألوف، ليش في فضا، ليش فيش فضا. يعني هاي النقطة الواحدة اللي بتخلي العمل له خصوصية بزمان ومكان معين، هو وجود هالحوار ما بين العمل والشكل والمشهد والأشخاص، لأنه الحوار هذا بحدد هوية العمل، بحدد الزمن تبع العمل، بحدد انه هذا العمل وجد في مكان معين، بعدين بصير نوع من الايدنتيفيكيشن، بصير يقول هذا بيشبه شيء او بحس ايده هيك او بحس اجره محطوطه بهي الشكل. هذا هو الحوار اللي بعطيه الخصوصيه المعينه لوقت معين. يمكن اذا في فكر عربي بقول هذا كانه شخص عربي، هذا كانه مناضل فلسطيني. يعني مش بالضروره انه المتلقي يكون في نوع من التلقين حتى الواحد يقول له ايش يفكر.
هو لحاله بيعمل ايدنتيفيكيشن بينه وبين العمل، اي عمل فني اذا كان رسم ولا نحت ولا تصوير اي شيء بيصير نوع العلاقه هي هذه الهامه اللي هي نقدر نسميها بعد، هي تشمل كل الابعاد هاي العلاقه، العلاقه بين العمل وبين الجو الموجود فيه وبين المتلقي وبين الوقت اللي عمل فيه العمل. جواب لدكتور مازن على نزار قباني، بعد ما انا حطيت الفكره ذكرت انه في كتاب قديم لنزار قباني شعر قديم، فتشت عليه وجدته، لقيت انه هو بتحدث عن البعد الانسان النضالي في فتره من الزمن، وانا عم بتحدث عن البعد الانسان النحتي في زمن معين، وهنا التقينا عشان هيك استعملت الاثنين مع سوا. يعني انا استعملت شعره لتثبيت فكر عندي، يعني ما استعملت شعره حتى ابدي الاعمال، الاعمال اللي هي كانت عكسيه، بعد ما خلصت الاعمال بحثت عن النص الادبي اللي فيه موسيقى معينه، لانه انا دائما بفكر انه العمل الفني التشكيلي فيه له صوت، مش ضروري يكون لغه، فيه له صوت، يعني الشخص بتطلع على العمل بيحس انه طالع صوت منه، يا بحدسك يا عم بجابهك يا عم برجع لتاريخ استاذ علي. معلش بعطي فرصه لواحد جديد وبعود يعني بعد فتره، تفضل استاذ علي. محمد عامري، الى اي مدى استطاعت ساني الزرو ان توظف طبيعه المكان او اذا جاز تسميه جماليات المكان الموجوده هنا لإضافة طاقة لإضافة طاقة تعبيرية إضافية على التشخيص النحتي نفسه؟ إلى أي مدى استطعت أن توظف هذا المكان؟ يعني المواءمة ما بين طاقة المكان الجمالية والتعبيرية وصوت المكان الموجود والمحفورات الغائرة والبروز بالصخر والتكستشر الموجود بالحجر حتى تتناسب مع المعدن وتحولاته، قديش هاي العلاقة اللي بتنجح فيها؟ بقدر اجاوبك انه انا العمل الفني هو طاقة، في طاقة كاملة. انا وقت ما اخترت المكان هذا، واذا انت تتذكر عندك السكتش بوكس تبعوني حاطة من سنة 70 اشخاص اشكال حديدية على الصخور، من زمان الفكرة بتراودني، لانه انا بحب اجمع بين صلب وصلب، الصخرة والحديد. بمجيئي لهالدارة هنا كنت دائما أتأمل الصخور، حسيت إنه مفروض في حالة من الحالات أحس هالصخور عم تنطق. وقتها جمعت بين الحديد والصخور وبنيتها على الصخور، واللي ثبت الفكرة أكثر جملة من شعر نزار قباني اللي كنت قارئتها من سنة 68، بقول ومن شقوق الصخر يولدون باقة أنبياء. الأفكار كلها رجعت هاي وتراكمت، وحسيت إنه المكان هو المكان كمكان أعطى جمالية للعمل، والعمل صار بينه وبين المكان ألفة، وهالألفة هذه اللي صارت موجودة بين العمل والمكان، توقعت إنها تعمل هالألفة لشيء مألوف للمتلقي يحس حاله بين أشياء بيعرفها اللي هي الصخور، حديد بيعرفه، واشكال صياغه جديده للحديد على في مكان مألوف. يعني جمعت بين هالاشياء هذه، لانه انا دائما بشعر انه العمل الفني المفروض يكون للقاعده الشعبيه، مش بس للناس اللي بيجوا يتفرجوا على الصالونات والقاعات الموجودين ومختاره ومفروضه عليه لازم يوقف بعد مترين ويطلع يقول ما احلاه. لا، بدي اقول يمكن هذا بشع، ليش هاي الصخره موجوده هنا؟ يمكن لازم الشكل هذا احمله واحطه محل ثاني. وهذا حدث معي بمعرض سابق، كان الناس الموجودين يحملوا العمل ويحطوه محل ثاني ويقولوا هناك احلى. عرفت كيف؟ يعني هذه العلاقه اللي المشاهد بكونش غريب على الوضع كثير مهمه، لانه اذا ما كانش غريب تعاملت معه بعناصر مالوفه، تعاملت معه بجو في الفه بيني وبينه وبينه، بحس بدخل لعمق العمل كثير كثير اكثر مما يكون مفروض عليه بمكان معين. يعني معزول. هنا مش معزول، هنا بمشي عضويا بالمكان، وحسيت من الاطفال اكثر شيء صاروا يمسكوا الايدين ويحركوهم يطلعوا على الصخره وينزلوا، ما حسوش انه في حاجز بينهم بين العمل، لانه العمل مألوف، المكان مألوف،
المحيط طبيعي، القطع طبيعية يمكن شايفينها هن قبل بس مش شايفينها بهالتكوين هذا، وهنا كان بدء الحوار. تفضل. فيها إجابة طالب الفكرة يعني أجابة. تفضل أستاذ حسين. بداية يعني لاحظت في مجمل الأعمال تأويل للحركة بالشكل، يعني القطع أخذت أشكال معينة وبالتالي أخذت مسميات معينة مثل الخجول أو المتسلق أو المناضل إلى آخره من هذه التسميات. وحسيت كأنه سامي وضعت هذه الأسماء لتخلق جو درامي معين حول هذه القطع. سؤالي انه يعني انت في تكوينك الداخلي تعايشتي مع هاي الاشخاص بمعنى الخجل، بمعنى التآمر، بمعنى التسلق، يعني عشتي لحظة تكوينها نفسيا قبل ما تعمليها عمليا او حدث العكس؟ لا حدث العكس، اقول لك اكون صريحة معك، لانه انا دائما بعيدة عن التسميات. انا بشتغل العمل كعمل، ما بركز ايش اسمه، ما بحبش التسميات ابدا. بس اثناء فتره العمل اللي اخذت مده هون بين الشخص كان يساعدني بالحامل حداد اللي هو شخص لطيف جدا، وبين اسره الداره صار لهم اسماء، نقول خلينا نزيح هذا المستلقي، خلينا نوقف اللي رافع ايده، خلينا نشوف هذا الخجول، الخجول ليش قاعد بالقرنه. صار لهم اسماء اثناء العمل. بعد ما صار لهم اسماء اجينا انا والاستاذ علي وقلنا طيب خلينا نسميهم. هذا صارت هيك سبونتينيس، يعني عفويه، لانه صار لهم اسماء وهن عم بنعملوا. بعد ما يرفع ايده هذا الرافع ايده، رافع ايده وين هذا يتسلق؟ اذا صار اسمه متسلق وهو عم بنشغل. يعني ما بركز انا اعمل اشي حتى اتوصل لاسم. تفضل سيد علي. سامي سؤال قريب جدا من الاستاذ حسين دعسي. انا دائما بهتم المبدع، الفنان المبدع لما يشتغل على اي مشروع في بيكون بروسيجر بين الفكره للتنفيذ. في بعض الفنانين بيصمموا وبيشتغلوا على التصميم، وبعض الفنانين الشكل بيطلع مع التنفيذ. الى اي مدى ست سامي انت يعني خط اتجاهك في الابداع؟ هل بيكون التصميم هو الاساس ولازم العمل يتبع التصميم ويكون دقيق 100%، ام تتعايش اكثر مع القطع اللي قدامك كانت وهي تفرض عليك اشكال بجوز انت تتعايش معها في البروسيجر؟ شكرا. هلا يعني انا عاده بشتغل عفويه، يعني بشتغل بالحركه الطبيعيه اللي بتكون معروف عن شغلي جدا تلقائي. بس انا عندي دائما فتره بحث بيني وبين نفسي قبل ما اخوض بهالعمل اللي هي بسميها السكتشات. يمكن ما حققش اشي منها ابدا، بس الدراسه الذاتيه كثير مهمه للفنان مشان يحرك حاله، يحرك حاله ويشوف قديش امكاناته الخطيه، امكاناته الفكريه، امكاناته ال التعبيريه، التوليف ما بين الخامه وايش راح يطلع. بس مثل ما ذكرت سابقا انه كثير من الاشخاص مثلا السكتشات هذول اللي مع الفوتوغرافس هذول كانوا سابقين، اللي طلعوا اللي على هاي الشقه اللي اثناء العمل عملتهم بيختلفوا، لانه صار في صرت انا بموقف معين بحط هالطاقه الابداعيه وبشتغل بغير لانه في نوع من التحدي بيني وبين العمل حتى اطلعه بحس معين. هدول بس برتكز عليهم، بس لانه صعوبة المكان سابقا كانت مش راح اشتغل هون، كنت راح اشتغل بالبيت. عشان هيك بال 96 صورت المكان. ليش؟ لاستوحي منه واشوف انه حجما ولا الطول ولا التركيز ولا كيف تثبيت العمل. صورت المكان وبديت اتخيل كيف هدول راح يوقعوا محلهم. باخر فترة قررنا نشتغل هون، اختلفت الحال. صار الايحاء تحت يختلف، الشجرات كبروا من 96 ل 92، غيروا بالدارة من شقة الدراج
كل هذا أثر على العملية النهائية في العمل، وصارت فيها نوع من العفوية أثناء العمل. أحس إنه في عمل بتطلب إشي، يحتاج مثلاً خط بدي أحطه، بس في أسس موجودة للتكوين ككل كامنة موجودة بذهني اللي أنا حاولت أستعين فيها لإخراج العمل لحيز الوجود. صعب بالعمل النحتي يشتغل الواحد بس يحط ويقول بدي أحطه، لأنه ما فيهوش تطويع بسيط مثل ما ذكرت الأول. إذا لحمت لحمت، بدك تحمل ماكنة وتحل الحام مرة ثانية، بده يكون في نوع من الخلفية النحتية بالرؤية. يعني الرؤية بالأبعاد الثلاثة أصعب من الرؤية المسطحة، جدا أصعب، لأنه إذا حطيت هيك حطيت على الشقة الثانية يمكن من هاي الزاوية ما تكونش مناسبة. بده يكون الواحد متصورها ككل، ككتلة ككل. عشان هيك يعني فيها نوع من الجمع بين تخطيط مسبق وزيادات على الواقع وتعديل على الواقع وصياغة جديدة يمكن ما تكونش مرضي أبدا. أنا ممكن أوضح يعني أو أحاول مساهمة بهاي النقطة، أن قضية التخطيط قبل العمل وتفتيته فيما بعد، أو بداية التخطيط ثم تنظيمه فيما بعد، هناك أعتقد برمجة على صعيد الحركة. حركة يعني يبرمج الإنسان حركته ولا يبرمج الشيء اللي أنتجه. يبرمج يكون عارف شو بدي يعمل حركته، أما اللي بيطلع معه قد يكون ليس علاقة موازية لحركته بيطلع لحاله. وفي كمان في كمان احتمال آخر، إنه إنسان يخطط للمواد، للماتيريالز، للحديد، يخطط المواد ولا يخطط للشكل، يتركه تعبيل وهكذا. يعني أعتقد القضية صعب يعني حسمها. هناك درجات وأنواع كيف يبدأ الفنان، على صعيد المادي، على صعيد التقنية، على صعيد الخط، على صعيد حركته المعتاد عليها من 30 عاما أو 40 عاما. الست سامية لها تمثال في مركز هيا الذكور بالعوام 73. عندما تمر وتشاهده موجود أمام مركز هيا تجد الحركة، يعني روح الحركة قبل هذيك الفترة وروح الحركة هنا فروق بسيطة، يبقى في داخلها الحركة. قد تختلف المواد، تختلف الحجوم إلى آخره. تفضل. فضل يعني في سؤالين حقيقة ذكرت الفنانة سامية، أنه الجانب الشعبي وعلاقته مع العمل، هل هذا التفكير أو نمط التفكير من خلال إنتاج العمل الفني يؤثر على مستوى الخطاب الفني المطروح أولا؟ اثنين، من خلال متابعاتي يعني غير بسيطة لتشخيصاتك أو أشكالك، وجدت أنه الأشكال اشتقاقية، يعني الشكل الواحد من أول رحلتك بحكي عن النحت، أنا بحدد النحت وليس بالرسم، هو كل شكل مشتق لآخر يعني وكأنه شكل واحد. إلى أي مدى تستطيع سامي في المراحل القادمة أن تضيف على هذا الشكل وتنتج طاقة جديدة فيه؟ هي الطاقة الفنية مستمرة، أنت بتعرف يعني فيها نوع من الدفع الداخلي لتفجير هاي الطاقة. وأنا بالنسبة لي العمل الفني في نوع بتولد من الأول لأبله، لأنه العمل القديم بحس بعطي ولادة لعمل بعده. في هاي الفترة يمكن من عمل قديم مثلا من الأربعة وسبعين أو 73 للخمسة وسبعين بطلع يشبههم. ليش؟ لأنه بالتدرج هذا ما قدرتش أبتعد. بس أنا حاسة شخصيا بين أعمالي القديمة اللي هي مجموعة أعمال حوالي 23 عمل نحتي بالسبعينات، في اختلاف، في تحول، بس بحس إنهم يعني مثل الأولاد مولودين من نفس الأم. يعني بقدرش أغير، يعني يمكن بغير بالصياغة شوية، بغير كيف بتناول العمل، بس بتصور الفنان اللي بياخدش خط صعب إنه يقدر الواحد يعمل مسيرة، لأن الفنان بيبدأ من عمله، بيبدأ من نفسه، والفنان الصادق بتغيرش كتير، يمكن بغير الصياغة، بغير استعمال المادة،
بس الانفعال نفسه بده يكون محطوط باساليب تختلف. يعني ما بقدر اعمل قفزه، يمكن في عندي قفزات بعدها تجريبيه، ببتعد عن العمل عن النحت بروح للرسم للتلوين، بعمل قفزه بعدين بصير اطلع عليهم بحس انه فيهم جذور نحتيه باللوحات، وهذا اللي بخليني ارجع لهم مره ثانيه واعمل منهم سكتشز واطورهم لعمل ثاني. السؤال الأولاني اللي حكيتك عنه من قبل شوي، انت حكيت الجانب الشعبي تجاه علاقة المنحوتة، انت طرحت انه انا بحب ان الناس يعني يكون في علاقة بيني، هل هذا تفكير قصدي اولا قبل انتاج العمل؟ باعتقادي اذا كان تفكيرا قصديا فهو يؤثر على مستوى الخطاب الفني المطروح. يعني اذا كنت انا مثلا محمد العامري بدي انتج قصيده مثلا حديثه او حدثويه او كذا، اذا كان بتفكيري اثناء الانتاج الجمهور كيف سيصفر وكيف سينفعل فسافشل بنصي فنيا. لا انا مش من تصفيق الجمهور، بس انا ضد الفكره اللي يسموه فن الصالونات، العمل الفني فقط للاقتناء بالصالونات. نعم. وعملي مستوحى من قاعدة شعبية، يعني بأحيان كثير سئلت ليش بتحطيش إطار؟ ما بحطش إطار، ما بدي أحط إطار ذهبي أغلى من اللوحة. أنا لوحتي هيك، إذا بتقبلوها مثل ما هي وهي مقبولة للناس العاديين، يعني وقت ما تيجي تحط إطار ذهبي بصير يخافوا منها كأنها هذه ثمنها بالألوف، عرفت كيف؟ يعني هذا المنطلق، مش منطلق إنه بدي قاعدة شعبية مشان التصفيق أبداً. بدي أقرب العمل لكل إنسان، وهذا أنا اكتسبته من أثناء وجودي في التعليم، علمت فئات مختلفة لمستوى الجامعة. بحس إنه العطاء الفني المفروض يكون على جميع المستويات، وأنا إشي واحد بركز عليه إنه التفاعلي مع التلاميذ يعطيني طاقة مستمرة. من هنا بديت إنه العمل الفني مفروض يكون على مستوى فكري على القليلة، أو مستوى له في قرب للجمهور، مش من ناحية مفهومه، من كل شيء بده يكون. يعني أنا أعمال فنية مش ولا يمكن أحط ممنوع اللمس. ليش؟ لو تخرب يجي عليها إيده وتيجي تتمسح، عرفت كيف؟ يعني أنا من هذا المنطلق إنه العمل الفني بده يكون بينه وبين الناس، معمول للناس مش معمول للصالونات، لفئات معينة اللي بيقدروا يشتروه. يعني أنا التمثال حديقة هوا هيا بيطلعوا عليه الأولاد كلهم بيجوا من الأمانة بيقولوا لي خرب. شو بده يخرب فيه؟ حديد. عرفت كيف؟ يعني إنه ما عنديش هالتحفظ إنه هذا الفن مختصر على فئة معينة. عمل الفني بدي يتفاعل مع الجميع لأنه يحق لكل إنسان الإحساس والشعور والتعلم والإحترام والإنفعال، عادي جدا. وهذا اللي بعطيني أنا الروح، إنه وقت ما أحس في تفاعل ما بين المتلقين بكل الأعمار، عمل إبداع يعني بيني وبين بينهم وبين العمل. معناها مش كل الإبداع، لما أنت تصل إلى الكل يفهم الجميع الفئة. أنا فهمت عفوا اللي قصده الأستاذ محمد. أنا بوصل لنتيجة من الحديث إنه العمل الذي يصل للجميع هو إبداع، يعني أو الإنسان اللي عمله هو مبدع. حينما أنا أحس فيه كما تحس فيه طفله، كما يحس فيه مثلا إنسان واصل لدرجة من الثقافة أو يعني من الثقافة العامة لكل ما تحوي من شعر وأدب ومسرح ونحت ورسم. سامي يعني تسمحي لي وصلني من كل حكي. أنا الحقيقة ما للأسف كان عندي هاي، ما قدرتش أشوف أي شيء، ف يعني سرني إني وصلت لهيك، بدي أشوف يعني أنا بدي أشوف. بس يعني تصيرت شغلي حساسة وجيه محمد خصوص هذا الموضوع، ما نسميه لوحدة العمل الفني كرسالة أو غاية بحد ذاته. من كلام السيد يعني هذه قضية مش محسومة حتى عالميا الآن، هناك من يقول ديمومة العمل وقيمته كشيء ثابت.
على حساب التوصيل، يعني قد توصل كثيرا لكن ظل التمثال اللي قدامي وسيله مؤقته. وصلت كثير انا، بس هو يعني هو كاطار اصبح تمبورال، بروح بكره. وهناك تيار اخر يقول لك لا، انا العمل نفسه له كينونه ونبضه دائم وابدي، هو نفسه مهم حتى على حساب هذا التوصيل. لكي تبقى الموناليزا مثلا 15 قرنا لانه هي وصلت، اوكي وصلت قضيه كنائسيه، ولكنها بقيت عبر التاريخ تنبض كوحده معينه. بينما مثلا في اعمال اخرى، وهذا اتجاه انا لا اؤيد احدا، بس اقول اتجاهين، اتجاه الاخر يقول لك لا، كما قالت ست ساميه، التماثيل هي عمليه وسيله لحظيه عابره لتمرير فكره وانفعال وشعور. انا بيهمني المتلقي او بيهمني القناة التعبيرية اللي راحت، اما يصبح التكوين والعمل ليس الا مجرد واسطة. هذا الشيء ليس الا واسطة ارسال، يعني زي نص شعري. والقضية مش محسومة على فكرة، وخطيرة جدا لسه الان، لانه النص نفسه كمان له قيمته، نفسه له قيمته بعض الاحيان في داخله، وحتى لو سكر على نفسه توازي اخبار قصة ألف ليلة وليلة خارج الجامعة، وهذا قديش محصول. يعني أنا بقدر أقول لك هون إنه العمل الفني المتميز بيقدر يكون متميز، بيقدر يكون له قاعدة شعبية، بيقدر يكون له رسالة، بيقدر يكون فيه فن متكامل. مش مفروض يكون محدد لناحية معينة، بقدرش أقول إنه هذا الفن عملته أنا شعبية مثل الملصقات، لا، مثل الإعلانات. يعني بده يكون ملك الجميع، وبعلم الجميع، وبعطي انفعال للجميع، لأنه في تميز معين بلفت نظرهم، بشدهم، بتجاوبوا معه. يعني أنا الفكرة اللي حكيتها إنه القاعدة الشعبية بعنيها إنه الفن ملك الجميع، كل إنسان له حق. هذا الشيء مش ناحية عالمية. يعني في سؤال مشتق من نفسي. وخاص يعني بدي احدد انه مثلا انا عندي موقف في مرحله مراحل من الفن الفلسطيني. مر الفن الفلسطيني بكوارثيه عظيمه جدا، من خلال توظيف الحدث السياسي اتجاه الفن، فسقط الجانب الفني في السياسي، فتعاطف معه الجمهور سياسيا ولم يتعاطف معه فنيا. فالعمل الفني مثلا مطلوب منه، لا هذا خطأ، مش مطلوب منه كان. يعني خلينا نكمل لتحديد الفهم، واحد يعني الفن الفلسطيني وقع في مرحلة الأيديولوجيا والقيمة الفنية، طغت الأيديولوجيا على القيمة الفنية مراحل طويلة، باستثناءات بسيطة من الفنانين الفلسطينيين كانوا على تماس حقيقي مع المفاهيم الجمالية الحديثة والراقية. إلى أي مدى استطاعت سامي الزلو أن توازن بين الخطاب الأيديولوجي أو بالأبس الفني الأيديولوجي، الرسالة الإنسانية اللي تعرض بها الإنسان الفلسطيني، وبين القيمة الفنية؟ أنا بجاوبك هون كثير واضح جدا. العمل الفني هو عمل إبداعي. ماشي؟ الإنسان اللي ما عندوش طاقة إبداعية بقدر أقول إنه إذا انتقل لناحية إعلامية هون مصيبة. أنا أبدأ بعمل فني إبداعي تشكيلي بنائي إنشائي إيش ما تسمى، بكل عناصر الفنية اللي مفروض تكون متواجدة فيه لتميزه كعمل فني. الناحية الثانية الحسية الانفعالية، كل فنان عنده حس خاص، عنده انفعال خاص، إذا كان من بيئته، من صراعه، من انتمائه، من أشياء مر عليها، إلا ما تنوجد. يعني ما بقدر أنا أفرز العمل الفني المتكامل عن ما في عمق الفنان. الفنان الصادق اللي هو بيعبر عن عمقه، إذا أجا بطريقة فيها إثارة فلسطينية أوكي، بس مش مباشرة. يعني أنا ما عمري استعملت، أنا شخصيا ما بستعمل العمل الفني إذا كان عن معاناة شعب بأسلوب إعلامي، أبدا أبدا. أنا بعمله بكل مشاعري، وقت ما يطلع بكل مشاعري إلا ما يحكي.
مشاعري فيه يعني. وقت ما اقول لك انا بدي صار الحوار الثنائي بس تفضل يعني للضروره لاقراء الحوار انا بشاكسك شوي معلش شاكس يعني مثلا جويا اشتغل على القضيه الاسبانيه وبيكاسو ايضا يعني لوحه الاعدام مشهوره ولكن عند الخطاب الايديولوجي او الانساني داخل لوحه الاعدام هو خطاب قوي جدا ولكن القيمة الفنية أيضا عالية يعني أنا بحكي عن هذا المجال أنا عم بجاوبك على هذا جاوبتك أنه القيمة الفنية أنا عندي القيمة الفنية هي موازية للطاقة الإبداعية مع سوا بشتغل بس بصفتي إنسان أفكر وأعاني وأحس وعايش بزمن معين ومعاناة معينة إلا ما تكون داخله يعني إذا أنا جربت نفسي من واقعي بتعبيري إذا أنا صرت عم بنقل خبرات ناس تانين يعني هذا هو اللي أنا دائما بناقش فيه إنه الفنان أولا بده يكون هالأشياء داخله حتى يقدر يحكيها بيحكيها بلغة فنية بس كعمل فني بده يكون في عناصره اللي أنا بحب أتوصل إليه ودائما بشتغل عليه إنه هالعناصر الفنية بجمالياتها والإحساس الداخلي الانفعالي للفنان هذا يثير الحوار ويجب ان يصير الحوار على جميع المستويات. طيب بس بدنا نعمل سؤالين اخيرين حتى لا يدركنا الوقت. دافنين بس سؤالين عندك ولك واحد ولا لا يعني هو السؤال بقدر ما هو مساله توضيح. تفضل. في فرق بين الفن العربي اللي ساد خلال 50 عام ماضيه بحكي العربي وبحدد شنو الفلسطيني فقط لحاله انه في كثير من زملاء الفنانين العرب شاركوا الفنان الفلسطيني قضية المنطقة أو قضية العرب أو قضية الشرق أو صد أي مسمى بدنا إياه والخراب كان عام ليس الذي سبب الفنان بقدر ما كان سبب المؤسسات سواء كانت فلسطينية أو عربية وهي نقطة يجب أن تثبت لأن جميعا كانت تبحث عن إعلام ولا تبحث عن فن القضية منتهية جميع الفنانين العرب اللي اشتغلوا في هذا المجال فيش انسان عنده بصمة حقيقية وبالتالي ما فيش عنا احنا شيء كما كان في اسبانيا او كما كان في فرنسا ما سمي بالفن الثوري ففي فرق بين الفن العربي خلال 50 عام هو فن اعلامي مباشر كان له فعل تحريضي داخلي فاشل وبين الفن الثوري اللي عاشته اجيال كثيرة في أوروبا في أمريكا وهو المؤثر الرئيسي للكثير من حركات الفن العالمية هاي نقطة أنا اللي بس بعترض فيها على تأويل الكثير من المجال اللي أعطي للفن العربي الأستاذة سامية اشتغلت على القضية الفلسطينية واشتغلت أكثر من معرض ونقلت معارض إلها خارج المنطقة العربية بالذات على الولايات المتحدة لكن كان الأثر الإعلامي وأنا هذا بتذكرت من قبل 10 سنوات في الرأي الأردنية إنه الأثر الإعلامي هو اللي كان يحرك وهو اللي كان الأساس برغم إنه هي مشاعرها حقيقية لا نعني إنه هي مشاعرها غير حقيقية لكن الغرب عندما يرى مثل هذه الأعمال الإنشائية بتأخذ عجلة محروقة أو بقايا خيمة أو كذا لا ينظر إليها بتفاعل مثل ما ينظر إلى لوحة الجورنيك لا ينظر تماما نهائيا وهذه القضية الخطيرة في المعطى هذا لا يلغي وجود الفنان إنما يكرس عمله ومن أجل ذلك مثلا أنا أستطيع أن أفسر لماذا تركت تلك التجارب سامية مثلا ورجعت لحقيقة البحث في الأشكال الإنسانية كإنسانية برغم أنه هنا في الدائرة موجودة بعض الأعمال يمكن تأويلها بالمرأة الفلسطينية اللي تلبس الثوب بسهولة شكرا الأخير سيسام يتعقب يحب يتعقب على الأخير قالوا مقتضب لنعطي خزن وبعدين يعني ما ضاعت يلا خزنوا وبعدين إجابة أخيرة يعني هو الحقيقة فيه يبدو حقيقة يعني السؤال غير موجه أو التعقيد غير موجه لإنسان معين بحد ذاته ولكن في أزمة بالخطاب والمصطلح وطريقة الفهم حقيقي للمقترح اللي اقصده انا تماما اخذ مثال تطبيقي اجرائي لوحه جمل المحامي اخذت مدى ايديولوجي اكثر ما تستحق اذا قارناها شرحناها فنيا فاي طالب اكاديمي سنه ثانيه
يستطيع ان يرسمها بحساسيه اكبر من الحساسيه التي رسمت بها. ولكن الجانب الايديولوجي حمل هذا العمل الفني الى جميع ارجاء العالم كرساله بوستريه بوستر مرسل وليس عمل فني. هذا التورط تورط في بعض الدول العربيه اللي كان متعاطف ومعظم الدول العربيه ولكن بنسب مختلفه. انا اطالب الفنان الفلسطيني ان يطرح قضيته بفن عالي. انا عندما اتقن الشعر انا خدمت قضيتي اكثر من ما اكتب شعر خطابي، لانه الخطاب شعر خطابي بامكاني امام مليون جمهور عدد الجماهير القي خطاب قومي اهم من قصيده خطابيه. كلما اتقن خطابنا الحضاري الثقافي سواء كان فنون تشكيليه او روايه او شعر والتقينا فيه فنيا عاليا هو يصل ويثبت اكثر من الجانب العابر اللحظي. ممتاز. يعني احنا حقيقه تفرعنا لكن تفرع له علاقه، لازلنا في بحث الست ساميه. ويعني اذا في بس تعقيب اخير مقتضب نشكركم عليه. في حدا له سؤال؟ الله يخليك بشكل مقتضب لانه ما فيش. وايضا انسجاما مع ما طرحته في نهايه الندوه، يبدو في خلاف للان يعني حول وظيفه الفن. يعني انت استاذ دكتور شو اسمك؟ دكتور مازن. يعني انت بتقول انه انا اللي بعرفه انه وظيفه الفن يا سيدي، وظيفه الفن هي وظيفه العمق ووظيفه الاكتشاف. الان لاحظت انه في خلاف في طرح الست ساميه في مسألة الإيحاء أيضا، يعني حتى في اختلاف في مسألة الإيحاء. يعني ما هو الإيحاء؟ هل الإيحاء هو المباشرة؟ هل الإيحاء هو أيضا أن تترك مجال للمتلقي لكي يتخيل يعمل imagination اللي عنده؟ طبعا معروف أنه you create to do something، بس لحد الآن في خلاف على مسألة ما هو الفن وما هي وظيفة الفن. أنت سكرت لهذا الموضوع بأنه لا، على اعتبار انه البنيويه ولدت البنيويه التراكميه الالسونيه الابستمولوجيه الى اخره. فما بعرف انا اسف جدا يعني كل الاسئله نحن لا سؤال جميل ادفع حياتي دما لاسمع رايك. ادفع حياتي دما لاسمع رايك. مبدا تبادل الحوار يا سيدي، يعني هذا مبدا اسمع رايك، واذا ما سمعت رايك حلو. طبيعه الحوار الليله كان هو اثاره حوارات وليس مؤتمر فلسفي لتقرير ماهيه الفن. لو قضينا هذه الجلسه لما قدنا الى تعريف. كانت طريقه الحوار تبعتنا بهذه الساعه البسيطه هي اثاره تساؤل واستنتاج. هدفنا لانه التساؤل والاستنتاج سيثير بيننا بحث واخذ وجدل وعطاء بهالزمن المحدود اللي معنا الجميل اللي استطعنا فيه نتواصل. انا لا اقف عن دوغما معين، يعني لا اخذ دوغما واقول لك يمين ويسار. اتكلم فتحنا حوار حول الظاهره الفنيه امامنا، ليس هدفنا تقييمها ووضعها في مصاف، يعني تقييمها كمستوى. نبشنا حديث، تبادلنا الاراء، حاولنا نكتشف اشياء جديده بيننا واستمتعنا. بالنسبه ما يتعلق المتلقي او عدم المتلقي، العمليه الفنيه دائما هي يعني تستند على شكل اسمها لغه وليس معلومه. العمل الفني ملوش قصد، لغه. وكلمه لغه بالعربيه وبسرعه عفوا يرادفها في عندنا كلمه لانجويج وفي لينجواجو. بلغتنا العربيه اللغه كلمه لغه تشمل التنتين، تشمل سواء اللغه المعلومه اللي بعطي اياها حامله وبتشمل المعنى اللينجواجيا في اللغه اللاتينيه. فصلوها العمليه الفنيه هي اللينجواجو، حوار غير مكتوب غير مرئي غير حرفي الى اخره. وهذا هو الايحاء اللي قصدنا. نحن متفقين كان قصدنا من اثاره الحوار بيننا. واشكركم على هذه الليله وعلى المشاركه. الحوار جيد حلو. حوار حلو بسيط عملي. بالتعليق على حسين، وقت رايح المعرض على امريكا الناقده وحده ناقده كتبت بتعرفنيش ولا بتعرف من وين انا. اكيد طبعا. قالت
الصياغة الفنية لهذه الأعمال لها لغة عالمية وباستطاعتها مد جسور بين الدول. بعدين كتبت لي، سألت لي مين أنا، بعدين كتبت لي رسالة تقول لي أنت من وين؟ حلو كثير، أعطيك إياه النص، حلو كثير اللي كتبته. يعني قالت إنه بالأعمال وجدت لغة عالمية، هي بتعرفي شافت أعمال بغداد. بتعرف اسمها؟ اسمها دكتور نيري بلكونيان، عندي النص مكتوب كثير حلو. أنا استطاعت أسترالية لا أمريكية، يعني ما بعرفش، يعني ذكرت على لغة عالمية. بعدين صار حديث وعم بحاول ألاقي عنوانها، أرجع أكتب لها أنا بدي أشوف شو كتبت لي، شو صار بشغلك، وين صرتي من بعد ما بعثت أنت عنها. بس أنا استطاعت الفنانة إيجاد لغة عالمية بالحوار في أعمالها. هذا كان يعني حديث حدثت فيه.